السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. في التجربه اللي فاتت عن المضمان في التجربه اللي فاتت كنت عامل انا عن المضمان اللي هي جي 9300، دخلتها في الميه اللي بتغلي والحمد لله الساعه اشتغلت النهارده. والتجربه دي ان شاء الله هحط لكم في اللينك فوق اهو، يعني دوسوا كده على اللينك فوق هتشتغل. النهارده هتكلم عن ثواني يا والدي خليك معايا. النهارده هتكلم عن اللي هي جي اي 1000 المركبه باسم الجرافيتي ماستر، اللي هي فيها بوصله وفيها سنسور درجه حراره اهو. ثواني بقى كده. النهارده اهي الميه بتغلي اهي، وهنحط الساعه اهي اهي. ثواني بس يا والدي، عشان المشكله ان الساعه محتاج ان هي يتعمل لها زي زوم كده اهي. الساعة اهي جي اي 1000. ثواني اهي بقى يا جماعة، الساعة اهي قدامكم اهي، حطها في المية اهي. نجيب بقى ايه شوكة ونجرب الساعة. هي فين؟ hold on هون. الساعة وقعت تحت. ايوه صور انت بابا. ثواني يا جماعة اهي، انت بس قربها بس كده بابا. الساعة اهي يا جماعة، ثواني هوريكم دلوقتي الساعة عاملة ازاي. اهي الساعة لسه شغالة. وريني كده بابا شغالة ولا لا. اهي الساعة لسه شغالة، نحطها تاني في المية السخنة اهي. ارفعها كده بابا من فوق كده، خليها كده اهي. معلش للاسف كل شويه عمالين نعمل الساعه، لازم قصدي الكاميرا، لازم كل شويه نعدل في اللينس بتاعها اهي. هنشوف الساعه دلوقتي ايه الاخبار بتاعتها. الساعه اهي، ثواني يا والدي كده، خليك كده ثواني امسكها اهي. لسه شغاله، هنزلها تاني اهي. اهي بص ابتدت اهي بقى ايه، ابتدت تروح، ابتدت الالوان تروح. ثواني بقى كده نقفل دي بقى كده. هات كده بابا، هات بعد اذنك اهي. الساعة راحت اهي، الديجيتال راح خالص، الديجيتال راح خالص. ماشي يا معلم. الساعة بتطلع نار يا جماعة، نار بمعنى نار. بس الغريب ان الديجيتال فصل والعقارب شغالة، اللي هي الانالوج شغال. انا حاططها على حته عشان الساعه بتطلع نار بمعنى نار. انا مش عايز اقطع اي حاجه، كان والدي كان عمال يصور معايا، ربنا يخليه ليا اهو. مشكلة الكاميرات البروفيشنال دي عايزة كل شوية تظبط اللينس بتاعها. الغريب في الساعة دي ان الانالوج شغال، لسه شغال اهو، اما الديجيتال فصل. وطبعا طول ما الانالوج شغال انا مبسوط. امسكها كده اهو، بتاعت السخونية تطلع منها. نبتدي بقى نشيل دي كده على جنب، نحط الساعة كده. يا مسهل يا رب.
يلا بقى انجزي بقى، لو هتطلعي او هتعملي اي حاجة انا ايديا وجعتني اساسا، الكاميرا تقيلة اوي. ايه اللي حصل فيه؟ ايه في ايه؟ في ايه يا جي شك؟ بالله عليكي متحرجين قصاد الأجانب. We are still waiting. بصراحة دي حاجة جهنمية، إن المية تخش، إن الساعة تخش في مية بتغلي، بتغلي بمعنى بتغلي، وإن هي تبقى شغالة ويخرج وتخرج تبقى الأنالوج شغال. لا بصراحة شابوه لشركة جي شوك بصراحة. أنا بعشق، أنا عندي دلوقتي صح، أنا عندي في الكوليكشن بتاعتي الجي شوك اللي هي جرافيتي ماستر اللي هي بتعمل عليها اللي هي فار التجارب اللي عمال بيموت دلوقتي ده، عندي الجي اي 100، جي اي 100 واللي هو الجرافيتي ماستر اللي هو جي اي 1000، وعندي اللي هو اللي هي جي اي اللي هي ماد مان جي 9300، وعندي اللي هي جي اي 400، جي اي 400 اللي هي قريبه من الفروج مان، حاجه كده ساعه بنت ناس. او الفروج مان دي اعتقد الفروج مان دي اكبر ساعه فيهم، اللي هي مش الفروج مان يعني، اللي هي ساعه جي اي 400، انا بتكلم ان هي شبه الفروج مان. انا ده اقسم بالله وجعتني، انا ده وجعتني جدا، بس بصراحة التجربة لازم يعني نعملها. كده ابتدي تقلق. ايوه هي هي، لا تعالى كده تعالى، شايفين ابتدى اللون الاسود يظهر اهو، ادي جامد ادي جامد اهو، يا مسهل يا رب يا مسهل. ومعانا تليفون ونقول انا مش عايز اقول لكم يا جماعه، الواحد لما بيفرح بيقول حاجات عجيبه كده، بس والله العظيم انا بعمل لكم التجربه لاول مره في حياتي، يعني ما تفكروش التجارب دي انا جربتها قبل كده، لا التجربه دي لاول مره. انا بجد بجد بعشق الجي شوك. اهي دلوقتي تمام، اهي الميه الظهر ما بقاش سخن، الظهر بقى كويس اهو. فعلا يا جماعه فعلا الجي شوك الاوريجينال فعلا لا يعلى عليها. الساعة شغالة زي الفل اهي، بس هي طبعا مولعة. استاذنكم بس احطها تحت المية، طبعا انا نضفت الحوض اهو يعني عشان بس انتوا تشوفوا الحوض اتنضف اهو، وكمان كنت بغسل اللانش بوكس بتاعه كده، فهنغسل الجي شوك اهي دلوقتي عشان كان المرة اللي فاتت كان الحوض ما كانش نضيف. حط بس شوية مية كده على الظهر عشان الظهر نار بمعنى نار اهي. الساعة ثواني بس اعمل بس زوم عليها عشان بس ايدي فيها مية. ايه المنظر العجيب ده؟ ايه ده؟ اول مرة اشوف المنظر ده. منظر عجيب كده ظهر. ثواني ايه المنظر ده؟ في هنا شوية زي مية كده.
راحت راحت الميه راحت الحمد لله. انا كنت فاكر في ميه دخلت لها. الحمد لله الساعه سليمه وزي الفل. نجرب بقى النيون. والنيون شغال. عايز اجربه بقى بصراحه في الضلمه. عايز اجرب النيون في الضلمه اهي. الساعه اهي في الضلمه اللوميناس بتاعها اللي هو الاضاءه الليليه بتاعت العقارب جميله جدا. وده النيون. شايفين النيون عامل ازاي؟ ايه الدلع ده؟ النيون اهو من تحت اهو. بص من ورا. ايه الجمال ده يا جدعان؟ ايه الدلع ده؟ نفتح. الساعة شغالة وزي الفل والله ينور يا جماعة. والمكنة طلعت قماش. والساعة كمان كانت استلس والحمد لله الاستلس ما حصلوش حاجة. الاستلس برضو بتاع جي شوك برضو حاجة بنت ناس قوي محترمة جدا اهو. لا حاجة كده بنت ناس. طبعا ناهيك برضو ان انا ايديا اتخدلت من ام شيل الكاميرا. صراحة مبسوط قوي. مبسوط جدا 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 جدا. نرجع بس ده كده ولا كده 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 كده. معكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. أتمنى 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 ما تثبت. أنا همسك عمال كده. أتمنى تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناة. أتمنى تشارك كل أصدقائك. إن إحنا كلنا عايزين نجمع، يعني القناة بتاعتنا عايزين نجمعها نبقى كلنا مهتمين بالساعات. تخسيس طبعا اللي خلانا نخش في اليوتيوب اللي هو التخسيس، وكمان هواية الساعات والأثريات اللي هي تختص بالحاجات اللي هي إيه، حاجات كده أثريات اللي هي بوصلة حربي، خناجر، سكاكين، مش حاجات طبعا تبع يعني تبع السفاحين، بس أنا بحب الحاجات دي أوي. الحاجات اللي هي كلوازينيه، أوبيسون، حاجات كده. اتمنى تشتركوا معانا، تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. ولو عجبكم الفيديو تعملوا كومنت، ولو ما عجبكوش تعملوا لي برده كومنت وقولوا لي اللي ما عجبكوش فيه ايه. وكان معكم محمد تحسين من قناه سير شاجي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.